يعلمنا كيف نصير رائعين، كيف نتعلم من الحياة، وهو يخرج ثم يعود ليلا ولا نراه ولا نستفيد شيئا. هل يترك الأب تربية الأبناء للأم فقط؟ أهلا بكم يا أصدقائي في كل مكان. أهلا بكم يا أصدقائي في جميع أنحاء العالم. أنا مراد. وأنا زينب. أهلا بك يا زينب. أهلا. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا، أليس كذلك؟ نعم. ما هو؟ عن انشغال الأب عن العائلة. لماذا تنشغل أيها الأب عن العائلة وتقضي معظم يومك في الخارج؟ بعض الآباء هكذا يا زينب، يعني يذهبون إلى العمل ويتركوننا. أليسوا هم معذورون في ذلك لأن الحياة أصبحت غالية وتحتاج إلى مصاريف كثيرة؟ ولكننا نحتاج إلى أب يساعدنا. إذن ماذا نفعل يا زينب في هذه الحالة؟ يعني عندما يذهب الأب إلى العمل ويحتاج إلى وقت طويل إلى أن يعود إلى المنزل، وهناك بعض الآباء ينهي عمله بشكل سريع، يتبقى لديه وقت كبير لكي يجلس مع العائلة، لكن يفضل أن يذهب إلى أصدقائه يجلس معهم. نعم. ولا يذهب إلى أطفاله وعائلته لكي يجلس معهم. نعم. ماذا تقولين لهذا الأب تحديدا؟ أطلب منه أن يأتي ليجلس معنا في البيت ولو حتى لوقت قصير ووجيز، نحن نحتاجه. يعني ما أهمية أن يكون الأب موجود في المنزل دائما؟ يعلمنا كيف نصير رائعين، كيف نتعلم من الحياة، وهو يخرج ثم يعود ليلا ولا نراه ولا نستفيد شيئا. هل تعرفين أن هناك بعض الآباء دائما يقدم العمل على الأسرة؟ أنا أتحدث عن الأب الطبيعي وليس على الأب المجبر. الأب المجبر أعانه الله يا زينب، ليس كذلك؟ نعم. ولكن الأب الذي لديه وقت، وهو معظم الآباء تقريبا لديه وقت للجلوس مع العائلة، لا يذهبون ويجلسون مع أطفالهم. نعم. هل يترك الأب تربية الأبناء للأم فقط؟ نعم، ولكن ليس من مهمة الأم مثل الأب. الأب عنده مهمة أخرى، والأم تقوم بدورها أيضاً، ولكن ليس نفس الشيء. نعم، الأم تربي، ولكن الأب يعلم أيضاً كيف نتعامل مع الحياة ونستفيد. القيادة مثلاً. نعم. نأخذها من الأب. أجل. وأيضاً أريد أن أذكرك بشيء لطيف يا زينب. نعم. أيضاً الأب شيء جميل أن يدخل ومعه الشوكولاتة. نعم، والحلويات. والحلويات وهذه الأشياء، أليس نعم. كذلك؟ نحن ننتظر آباءنا حتى يعني يدخلون، ولكن يعودون في الليل هكذا ينشغلون بالعمل وأصدقائهم. نكون قد نمنا يعني. نعم، لا نراهم يعني. أيضاً لا تأتي متأخراً أيها الأب، لأنني أنا كطفل يعني سأكون يعني قد وحيداً. تعبت. وحيداً. نعم. وتعبت أيضاً يعني سأنام. أليس كذلك؟ نعم. هل من المفيد أن يقرأ الأب القصص للأبناء؟ نعم. ربما قصص من خياله وما يحدث له يوما في الأيام التي سبقت ستكون أكثر إفادة من حياته العملية، من نعم. تجاربه. تجاربه. صحيح. يعلم الأطفال كيف يتعاملون مع المواقف. هذه نقطة جدا مهمة، يجب أن تحدث أبنائك بتجاربك، بالدروس المستفادة التي استخلصتها من الحياة العملية اليومية. نعم. أليس كذلك يا زينب؟ نعم. حتى لا نطيل على أصدقائنا يا زينب، ماذا تريدين أن تقولين للأب تحديدا يا زينب؟ تفضلي. أريد أن أقول: أبي، أنا أحتاجك إلى جانبي، ليس فقط في وقت فراغك، وإنما في كل الأوقات التي يمكن أن تكون فيها إلى جانبي. إن بعدك عني وانشغالك بالعمل والأصدقاء يزعجني جدا. الألعاب وحدها لا تكفيني، أحتاج حنانك وقربك، قصصك التي تحكي لي. مللت من التابلت وتصفح اليوتيوب. أحتاج صديق إلى جانبي، أروي لك خناقاتي مع صديقتي في المدرسة. أحتاج أن تحبني جدا، ليس أنا فقط بل تحب أمي أيضا.
كثيراً، فعندما تفعل ذلك فأنت تعلمني كيف أحب الآخرين. أحتاج أن أراك بيننا تقود العائلة بحب واحترام واقتدار لكي أفهم معنى القيادة بشكل أفضل وأكون قادرة على القيام بدور القائد في حياتي بشكل أكثر فعالية فعندما أكبر. أبي أنا أحتاجك. الله الله، هذه وصية أنا لن أزيد عليها كلمة واحدة. شكرا زينب. شكرا. وشكرا يا أصدقائي، إلى اللقاء. إلى اللقاء. تفضلي يا زينب.